في خبر عاجل منذ قليل، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف مطالبة بلاده بغداد بضرورة التعاون الكامل مع مفتشي الأسلحة الدوليين. أنا بذكر أنه يوم الانطلاقة ب 3/3/2003 كان يوم ربيعي ومشمس وجميل، بس كان العالم عم يغلي، حتى كأنه الكرة الأرضية موضوعة على صفيح ساخن.